بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الفيديو الأول من فيديوهات الواحد العشر. هنبدأ النهاردة في حل الكلمات الموجودة في كتاب العمل، كتاب A1 Treasure صفحة 115. أول سؤال بيقول: The press announced that Egypt would A at the meeting to in the problem. الاختيارات الأربعة الأول كده قبل ما نحل نترجمها. أول كلمة كلمة البريزدنت اللي هو الرئيس، بريزدنت سادات، الرئيس السادات. طيب بريزايد معناها يترأس، بريزدنسي اللي هو الرئاسة، بريزيدنشال معناها رئاسي. فلما نقول مثلا بريزيدنشال بالاس معناها القصر الرئاسي. طيب لما نقول بريزيدنسي بريد معناها من فتره الرئاسه. اول جمله بقى بيقول لك ان الصحافه اعلنت ان مصر سوف تترأس في المؤتمر، وبالتالي هنقول بريزايد اللي هي نمبر بي، سوف تترأس في المؤتمر. She hopes to be the first woman، تأمل ان تكون اول امراه elected to the A of the USA، تأمل أن تكون أول امرأة تنتخب لل إيه في أمريكا، للرئاسة اللي اسمها بريزيدنسي. طيب بعد كده ثلاثة، she hopes to be the first woman elected as a، يعني هي تأمل أن تكون أول امرأة تنتخب كالرئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، يبقى as the president of the USA. ترجم تاني معايا كده أول جملة خالص، بيقول لك إن الصحافة أعلنت إن مصر سوف تترأس، يبقى بريسايد. في رقم اتنين، هي بتأمل أن تكون أول امرأة منتخبة to the presidency، منتخبة للرئاسة في أمريكا. التالتة، she hopes to be، تأمل أن تكون the first woman، أول امرأة elected تنتخب كرئيسة. Egypt has an odd system of government، مصر لها نظاما رئاسيا للحكومة، وبالتالي رئاسيا يبقى presidential، ما هو نظاما رئاسيا يبقى presidential system. طيب رقم خمسة، بيقول لك scientists say that this gene is، العلماء بيقولوا ان هذا الجين يكون، تعال نترجم، aviation activation تنشيط، activation تنشيط، active معناها نشيط، activated معناها منشط، actively معناها بشكل نشيط. تعال نشوف، بيقول لك scientists، العلماء بيقولوا ان هذا الجين يكون ايه، بواسطة بروتينات معينة، ان هذا الجين ينشط، يبقى is activated. بعد كده، زي نوت اوف سيفرال جينز ريزلتس ان تو ميجر سايد افكتس، التنشيط بتاع الجينات، انت عايز تقول التنشيط الخاص بالجينات، يبقى الاكتيفيشن اوف سيفرال جينز، تنشيط الجينات. رقم سبعة، بيفور اور مودرن ايج، قبل ما نوصل للعصر الحديث، بيبول هاد مور فيزيكال اند لايف ستايل، الناس كان عندهم اسلوب حياه فيزيكال فيزيائي يعني ونشيط، يعني حركي ونشيط، يبقى بالتالي اكتف، لانك انت بتستخدم صفه عشان توصف بها لايف ستايل، فعشان كده اقول اكتف لايف ستايل، ستايل اسلوب الحياه النشيط. شي واز بيزي اس شي واز لوكينج فور ا جوب، هي كانت مشغوله لانها كانت تبحث عن وظيفه، اكتفلي بنشاط، وانت عارف انه يبحث بنشاط يبقى سيرش اكتفلي او لوك اكتفلي. ذا كلوب بروفايدز ا وايد فاريتي اوف نوجت انكلودينج swimming and squash، النادي بيقدم لنا تشكيلة كبيرة من الأنشطة بما فيهم السباحة والسكواش، يبقى activities. My mother is the only A I can talk to about my problems، أمي هي الإيه الوحيد اللي أنا ممكن أكلمه عن مشاكلي، أكيد الشخص الوحيد، يبقى the only person. بس الكلمات الباقية تعالى نترجمها، personification ده تشخيص، personable معناها وسيم أو جذاب، personified معناها مشخص تم تشخيصه. يعني The sales assistant was a very not young man. Sales assistant البياع كان شاب وسيم، يبقى personable young man. طيب رقم 12. The river was a as a goodness. النهر تم ايه as a goodness، كإله يعني، تم تشخيصه، يبقى is a was personified as goodness. I like the A of autumn in Keats poem. أنا بحب تشخيص الخريف، تشخيص يبقى the personification of. 14 بقى بيقول لك she managed to herself most fully in her painting، هي استطاعت أن تعبر عن نفسها، يعبر عن يعني express، expressive دي معناها معبر، expressive لي معناها بشكل معبر، expressions تعبيرات، هي استطاعت أن تعبر عن نفسها. I couldn't understand her because she used a lot of slang، انا ما عرفتش افهمها لانها استخدمت سلانج، لهجه كتير بشكل لا استخدمت سلانج اكسبريشنز، تعبيرات من اللهجه.
سلانج اكسبريشنز دي معناها كده زي بالظبط انفورمال اكسبريشنز، معناها تعبيرات عاميه. شي هاز ا وندرفولي فويس، هي عندها صوت ايه بشكل كبير، صوت معبر وبالتالي اكسبريسيف. 17 بيقول لك هي ريزد هيز اي برو، ايه هو رفع حاجبه بشكل مؤثر بشكل معبر، يبقى اكسبريسيفلي اللي رقم سي عشان ريز اكسبريسيفلي. ذا اجريمنت ويل ايه نيو اوبورتونيتيز فور ذا افييشن اندستري، الاتفاقيه سوف تخلق فرصا جديده لصناعه الطيران. طبعا انت عارف يخلقوا اللي هي ويل كرييت اللي نمبر دي. طيب امال ايه الكلمات الثانيه؟ كرييتيفيتي الاولانيه معناها الابداع، كرييشن اللي هو الخلق، كرييتيف معناها مبدع. جوب ايه نيدز تو بي ذا جوفرنمنتس توب بريوريتي، بريوريتي معناها اولويه. الجوب ايه يجب ان يكون هو اعلى اولويات الحكومه، خلق فرص العمل، خلق الوظائف، يبقى جوب كرييشن. هي هاز ا جريت بوبولاريتي از هاي لي نوت ارتست، هو ليه شعبيه كبيره كفنان هايلي كرييتيف، يعني مبدع بشكل كبير. Sometimes is more important than technical skills، احيانا الابداع بيكون اهم من المهارات، الابداع اللي هو اسمه creativity. He can't express his feelings saying that they are not، هو لا يمكنه ان يعبر عن رايه ويقول انهم ايه. تعال نشوف described معناها وصف او موصوف، describable قابل للوصف، description اللي هو الوصف، descriptive معناها وصفي. هو بيقول لك هو لم يتمكن من ان يعبر عن رايه عن مشاعره ويقول ان ذلك الامر غير قابل للوصف، يبقى are not describable. He gave a highly not account، account معناها حساب او وصف. He gave يعني هو اعطى a highly a account، عايزك تقول هو قدم سردا وصفيا دقيقا، يبقى highly descriptive account. لاحظ كده account يعني سرد او descriptive معناها وصفي. Follow the link below for a more detailed، اتبع اللينك الرابط ده for more detailed لمزيد من الايه المفصل، detailed description الوصف المفصل. The man was not at as tall and dark and aged about 40، الرجل وصف كأنه كذا، يبقى the man was described. 26 we not agreed to help them، كلمة ويل الأولانية معناها يرحب بي أو معناها إرادة أو معناها وصية. willing معناها مرحبا بي، willingly معناها بشكل فيه ترحيب أو بترحيب، وآول معناها وصية. وتعالى نشوف إحنا إيه agree to help them، نحن نرحب بمساعدتهم بشكل فيه ترحيب أو نوافق على مساعدتهم بشكل فيه ترحيب. أنت واخد بالك إن willingly دي ظرف وبعدين agreed معناها وافقة فعل. He claimed that the police forced him to sign a confession against his، هو ادعى ان البوليس اجبره على ان يمضي ان وقع على اعترافا ضد رغبته ضد ارادته، يبقى against his will. My father left me his car well، عايزك تقول له ابي ترك لي سيارته نقط. خد بالك من حاجتين، by will يعني بارادته بكامل ارادته، لكن in the will يعني في وصيته، وانت بتقول في الجمله ابي ترك لي سيارته by will بارادته مش غصب عنه. اللي بعدها بقى بتقولي my father left me his car in his will، يعني تركها في وصيته. I have found swimming good way to relax، أنا وجدت أن السباحة is a very good way، تعد طريقة جيدة، أو I have found swimming a very way يعني كطريقة جيدة، يعني إيه and be الاثنين صح والاثنين معناهم، وجدت أن السباحة طريقة جيدة للتعبير للاسترخاء. Don't forget your homework or the teacher will be angry، لا تنسى ان تقوم بواجبك، يبقى don't forget to do. forget to المصدر معناها ينسى ان يفعل، طب forget ing معناها ينسي انه فعل. المهم في 32 don't forget your homework is a must، لا تنسى ان القيام بواجبك هو امرا هاما، يبقى doing لانه عايز يقولك القيام عايز اسم. Candidates can apply in person or send a، المتقدمين ممكن يتقدموا شخصيا او يبعتوا لنا resume اللي هو معناها زي السي في بالظبط. I know that how many، I know that how my wife feels by the of her replies، انا ادرك كيف تشعر زوجتي من خلال الايه الانتونيشن اللي هو نبره الصوت في ردودها. I was asked to not a talk،
to my on to my class telling them how to use online platforms. عايزك تعرف ان يلقي كلمه اسمها give a talk deliver a talk او do a talk، وبالتالي احنا ناخد هنا do و give هما الاثنين صح. طيب وما تنساش برضو ان في حاجه اسمها have a talk. have a talk دي معناها يتحدث مع، يدردش مع واحد صاحبه، لكن كلمه give او do او deliver a talk يلقي كلمه رسميه. we export our products to market to markets the world. احنا بنصدر المنتجات بتاعتنا لاسواق على مر العالم throughout the world، عبر العالم كله. the burglar got in، الحرامي دخل من خلال الشباك. كلمة through ده معناها من خلال. الفرق بقى بين كلمة throughout وبين through الاتي، كلمة throughout معناها عبر او خلال حقبة معينة من الزمن او بلد معين. طيب كلمة through معناها من خلال فجوة معينة، من خلال الشباك، من خلال المنزل وهكذا. طيب رقم 33، I tried a lot to immigrate. انا حاولت اهرب كثيرا او هاجر كثيرا الى امريكا. انت عارف ان امريكا من الدول المركبة، وبالتالي ناخد معاها زي USA. طول ما انت جايبها مركبة يبقى زي USA. طب لو انت شلتها وحطيت مكانها امريكا زي ما انت عامل كده، فهنا ما ناخدش حاجة خالص ونقول no article. زيها بالظبط ايجيبت، لو انت عرب، لو قلنا عرب ريبابليك اوف ايجيبت، هنا في الحاله دي كده هناخد ذا. طب لو قلنا ايجيبت بس ما ناخدش ذا. when my father got home after work he usually with the newspaper. لما ابي بيروح البيت بعد فتره طويله من العناء هو بيستريح، بيرتاح، ريلاكسد. امال ليه مش كومفورت؟ كومفورت معناها ريحه، ريح شخص اخر. at clubs children have the opportunities to meet similarly aged children، معناها الاطفال في نفس العمر. انتبه ان كلمه similarly دي ظرف، والظرف باخد بعده دايما صفه، والصفه هنا aged معناها في نفس العمر. keep your mouth shut، اترك فمك مغلقا. else والا، وممكن كنا قلنا or else والا برضو، we will be in trouble. she gave me one book and promised to bring the one، هي اعطتني كتابا واحدا ووعدتني ان تحضر الكتاب الاخر، يبقى the other one. زي other book يعني الكتاب الآخر. she gave me a book one book and promised to bring another one. another one يعني كتابا آخر. أمال الفرق بين اتنين؟ إن هنا مع other بناخد one بمعنى كتابا آخرا، لكن لما تقولي another one يعني الكتاب الآخر، فهو other one دي نكرة، لكن زي other لكن another one معرفة. ترجم معايا 43 كده، هي أعطتني كتابا ووعدتني أن تحضروا the other one الكتاب الاخر، لكن لما قلت لي في 44 she gave me one book وعطتني كتابا and promised to وعدتني ان تحضروا الكتاب او كتابا اخرا. 45 بقول لك she gave me one book، اعطتني كتابا واحدا، and promised to bring ووعدتني ان تحضروا the not one on Tuesday الكتاب الاخر، يبقى the other one. يبقى نمبر سي. الخلاصه هو الموضوع ما فيه، عايزك تفهم انك بتقول another one او the other one، another book او the other book. طيب بعد كده 46، I think there is not a knot of truth in those rumors. كلمه rumors اللي هي الشائعات. بص معايا، المصطلح ده grain of truth معناها ليس هناك اي قدر من الحقيقه، اي جزء من الحقيقه. كلمه grain دي اللي معناها حبوب بتستخدمها بمعنى قدر من، زي ما بنستخدم كلمة بليزرد بمعنى كمية كبيرة من. 47، most of Rice's poems were published after he not. تعال ترجم، did معناها ميت، this معناها الموت، died معناها مات، deadly معناها مميت. أول واحدة كده بقولك فيها إن معظم قصائد رايس لم تنشر بعد وفاته، يبقى after were published after he died اللي هي نمبر سي، بعد أن مات. طيب كان ممكن أقول في رقم 48 most of Rice's poems were published after his دي عايزه بعد اسم، عشان كده نقول his death بعدها موته او وفاته. the kids made up a about a frog، الاطفال عملوا قافيه شعريه عن الفروج. الاطفال بيعملوا قافيه موسيقيه، عشان كده اسمها rhythm. rhythm اللي هي القافيه الموسيقيه، لكن الشعر اللي بيعمله الشعراء والادباء اسمه رايم. etc، الاتي دي عباره عن abbreviation اختصارا لي، انتونيم عكس، وساينونيم نفس المعنى، وديريفيشن معناها اشتقاق او استخلاص. with the election
of a new knot, the country became relatively stable. بعد انتخابات النيو ليدر القائد الجديد أصبحت البلدة في استقرار تام. فاوندر مؤسس وتريدر تاجد وإلدر مناها عجوز. There has been no not confirmation that the documents are genuine. ليس هناك تأكيدا رسميا. يبقى أنت هتقول كده official confirmation. official confirmation معناها تأكيد رسمي. طيب بعد كده the ministry of not will provide health insurance to all Egyptians. وزارة الإيه هتوفر دعم صحي لكل الناس. أكيد the ministry of health. نمبر دي. Mandarin is one of the most languages. واحدة من أكتر اللغات المتحدث بها. يعني مفروض كانت تبقى which are spoken. فإذا فشلنا which are وسبنا spoken. Egypt is one of the Arabic not countries. Arabic speaking countries معناها دول متحدثة باللغة العربية. English speaking countries معناها دول متحدثة باللغة الإنجليزية. The unbearable heat of the sun. الحرارة التي لا تطاق للشمس. Can our skin. ممكن تعمل ايه في جلد البشر. ممكن تحرقوا جلد البشر. اللي هي burn. خد بالك ان كلمة burn معناها يحرق. وكلمة turn معناها يدور او يلف. وترين قطار ويدرب. لكن train معناها يجفف. The wind can not down. Trees and buildings. الرياح ممكن توقع تسقط يبقى knock down. بريك يكسر فول يقع وجو يعني يذهب لكن انت عايز تقول يوقع يوقع يبقى نوك داون. على فكرة كان ممكن نقول the wind can make trees fall. One of the not of rain is that it can cause terrible floods. بتعمل فيضان ضخم. يبقى ده مش ميزة ده عيب. يبقى one of the downsides. 59 protect people from the sun and the rain. بتحمي الناس من المطر ومن الشمس. يبقى shelters. طب ليه مش shelter مفرد. كان المفروض نقول protects. The time of not varies from day to day and from one location to another. وقت الـ A بيتنوع من شخص لشخص ومن موقع لموقع. أكيد وقت الـ sunrise شروق الشمس. خد بالك sun bathing الاستحمام. sun dress فستان. sun stroke معناها ضربة شمس. Owing to the not cost of fuel, more people are using public transport. بفضل أو بسبب the rising cost ارتفاع المستمر في الوقود الناس بيستخدموا وسائل المواصلات العامة. 62 there has been a not in the number of young people entering the labor market. يعني هناك عدد هناك ايه في عدد الناس اللي بيدخلوا في مجال سوق العمل. فول فول دي معناها نقص او نقصان. يعني لما اقول there has been a fool يعني كان هناك نقص او نقصان. وممكن اقول I had a fool معناها انا وقعت. My brother I am not very good at football. ممكن تقول لي لايك مثل او unlike يعني على خلاف والاختيارات فيها unlike. وunlike my brother معناها على خلاف اخي على خلاف على عكس اخويا. انا not good انا لست جيدا في كرة القدم. My children go to the same school. اطفالي بيروحوا نفس المدرسة اللي زي مدرستك. The same school as yours. The same color as yours. The same as. We will need to turn off the water and the tank. محتاجين نطفي المية ونعمل ايه في التانك قبل ما نشيل التانك عشان نرميه ونحط واحد مكانه. And drain it. Drain معناها يجفف. Irrigate يعني يروي. Soften يناعم. وharden يصلب. I have just got a new laptop so my son can use my old one. انا اشتريت لابتوب جديد لذلك ربما ابني يستخدمه. ربما ربما يعني maybe. لكن عايز اقول ربما يكون فنستخدم الاوانية دي. This company in computers and computers of programs. الشركة دي specializes معناها متخصصة في مجال الكمبيوتر. That flower smells. الوردة دي بتبدو رائحتها جميلة. يبقى smells beautiful لنمبر A. Smell beautiful يعني يبدو رائحته جميلة. 69 بيقول لك that flower has smell. هذه الوردة لها رائحة جميلة. وبالتالي هنقول a beautiful smell. والفكرة فين طيب في ان احنا ناخد a beautiful ونسيب beautiful وخلاص اللي هي رقم ايه. الفكرة في انك لما يكون معك صفة وبعدين اسم بتستخدم قبلهم او ان. الصفة هنا beautiful والاسم smell فعشان كده قلنا a beautiful smell. In the future we will be able to use the sun completely for our needs. بيقول لك في المستقبل سنكون قادرين على استخدام الطاقة الشمسية تماما من اجل ايه احتياجاتنا لايه احتياجاتنا في مجال الطاقة او احتياجاتنا من الطاقة. وبالتالي هنقول energy needs. energy needs معناها احتياجات الطاقة او احتياجاتنا من الطاقة.
He is good at printing books, so he has been offered a job in the company. هو شاطر في قراءة في طباعة الكتب، ولذلك تم اختياره لكي يعمل في وظيفة نشر الكتب، يعني publishing a job in a publishing company في شركة نشر. علي denied to. طبعا الكلمات بالترتيب كده: publisher نشر، publishing نشر، publish ينشر، published نشرة. علي decided to not to the doctor about his illness. عايزك تقول له ان علي استطاع قرر ان هو يعمل ايه للطبيب عن مرضه. complain to يشكو الى الطبيب. طب ليه ما ناخدش consult يستشير؟ consult دي بنستخدمها من غير حرف جر، زي ما يحصل في 73 مثلا، بقول لك علي decided to consult the doctor، يعني قرر ان يستشير الطبيب. طيب بعد كده he wants to be a lawyer، اراد ان يصبح محاميا. he is planning to go into the profession، هو عايز يدخل في مجال القانون. يبقى انت قدامك حاجه من اتنين، اما انك تقول لو او legal profession، الى رقم سي. يبقى لو قانون، legal profession معناها المجال القانوني. 75 you got 20 of the answers right. That means 1 in every 5. انت حصلت على 20% من الاجابات صحيحة. ركز معايا، في كلمتين معناهم في المئة، كلمة percent وكلمة percentage. percent دايما بنستخدمها لما نذكر رقم، فنقول لك 20% يبقى 20%، 10% يبقى 10%، 100% يبقى 100%. percentage دي معناها نسبة تقديرية من غير ما تذكر رقم. زي في رقم 76 بيقول لك police only recover a very small lot of stone goods. البوليس استطاع ان يستعيد نسبة بسيطة من الحجارة السمينة، وبالتالي هنقول small percentage. In Sinai they are different from rivers, mountains, hills. في سيناء في كثيرا من الايه زي الانهار والمحيطات والحاجات دي، فدي اسمها land forms اللي هي التضاريس. لكن خد بالك land forms اللي هي الحقول الزراعية الارضية، يعني land fill مرمى الزبالة، وland slide اللي هي معناها انهيار الارضي او الجرف الارضي يعني. He asked me about my name. سألني عن اسمي and my job، وعن اسمي وعن وظيفتي اللي هي اسمها job title اللي هو المسمى الوظيفي. واحد اسمه دكتور انجينير، واحد اسمه مستر، ده اسمه تايتل. She served as a roving A with 51 trips to foreign countries by 2017. President and رئيس، presenter مقدم، actor ممثل، وambassador اللي هو السفير. ولما نقول روفينج امباسادور معناها السفير المتجول، يعني سفير الدولة بتبعته كل سنة في مكان معين. We sometimes appear to care more for animals than for our human beings. نبدو وكأننا نهتم بالحيوانات أكثر مما نهتم برفاقنا من البشر. يبقى our fellow human beings الرفاق من البشر. خد بالك إن كلمة enemy دي عدو، وكلمة foe اللي بعدها برضه عدو. Hundreds طبعا follow يتبع، دي مالهاش علاقة. Hundreds of men مئات الناس for years building the pyramids. مئات الناس عملوا ايه لسنوات عديدة في بناء الأهرامات. أكيد كدحوا، كدحوا يكدحون اسمها تويل، وبالتالي تويل كدحوا عملوا بجد يعني. They not struck the northeast yesterday causing serious damage and the snow والتلج. خد بالك انت من كلمة the snow دي ما تكتبتش كده اعتباطيا، مكتوب عشان تقولك ان ده مطر وكان في تلج وكان في رياح فتختار له blizzard. وانتبه ان كلمة blizzard of emails معناها a large amount of emails، كلمة blizzard معناها كمية كبيرة من، لكن كلمة grain معناها كمية قليلة من. ولما نقول grain of truth زي ما هيقابلنا او هيقابلنا لسه، grain of truth معناها اي جزء من الحقيقة. we had a bad luck، حظنا كان سيء. A strong A was blowing along the coast. كان في إيه اللي بيعصف على طول الرياح الشاطئ، يبقى طبعا جيل هي نمبر دي عشان دي مقصود بها عواصف رياح وهواء. For the past 6 hours على مدار 6 ساعات اللي فاتت. The not had been continuing. Water الماء was everywhere. الماء كانت في كل مكان، يبقى ده مطر وبالتالي هنقول downpour. Asia is the biggest A in the world. آسيا دي أكبر A في العالم، أكبر قارة في العالم، يبقى the biggest continent اللي هي نمبر 85. 86 بيقول لك they tried in A to persuade her to go with them. She completely disagreed. هم حاولوا عبثا في الفاضي، يبقى in vain. انتبه في الجملة دي لأكتر من حاجة كده عايزك تقول تاخد بالك منها، إن كلمة persuade يعني يقنع، وخد بالك إن كلمة persuade دي كان ممكن نقول مكانها برسد، ممكن نقول زي tried to press her يعني حاولوا ان يقنعوها، وده لها convince برضو. I am very busy، انا مشغول جدا. Some repairs to my car. busy بعدها الفعل يكون مضاف له ing دايما، فناخد doing. ولو عايز حرف جر مع busy هتاخد busy with.
88 توم سبنت موست اوف هيز ايه از ا تيشر، توم قضى معظم حياته المهنيه هيز كارير كمعلم. ما ينفعش نقول معظم وظيفته، ما هو اصلا موظف مدرس. ات ووز تشالنجد تو ادابت ذس نوفل، كان من الصعب انك تتحدى الروايه دي فور ذا سكرين، انك تعمل الروايه دي وتحولها لفيلم يعني. بات ذا رايترز بروفد هيم سيلف ايكوال تو ذا، طبعا هنا في مشكله، المفروض تبقى ذا رايتر مش رايترز. بروفد هيم سيلف ايكوال تو ذا تاسك، اكتب الايديوم ده ورايا كده. لما نقول ايكوال تو ذا تاسك او ايكوال تو ذا جوب، معناهم عنده القدره والمهاره للقيام بمهمه معينه. الجمله معناها بيقول لك ان القصه دي او الروايه دي كانت صعبه جدا ان احنا نحولها لفيلم، لكن المؤلف اثبت ان هو ايكوال تو ذا تاسك، ان هو عنده القدره والمهاره انه يحولها. وزي ما قلنا ممكن نقول ايكوال تو ذا تاسك او ايكوال تو ذا جوب. عكسها بقى ان ايكوال تو ذا تاسك، واحد غير قادر انه يقوم بمهمه، فنقول ان هو ان ايكوال تو ذا تاسك، وبرضو ان ايكوال تو ذا جوب. every photo in the album hides secret، كل صوره في الالبوم بتخبي وراها صوره، بتخبي وراها سر. it is a kind of، الجمله دي نوع من انواع البيرسونيفيكيشن، التشخيص، لانك انت بتشبه الصوره بانها انسان بيخبي. it was worried، i was worried on seeing the smoke was ايه from the house، انا كنت قلق لما شفت الدخان بيتصاعد من المنزل. يتصاعد يعني rising، خد بالك كلمه rising دي معناها المتصاعد وهنحتاجها تاني. used to be problems with planes at first. بص، في مصطلحين عادة تنتبه ليهم. المصطلح الأولاني اللي هو اعتدنا أن يكون هناك، والمصطلح الثاني اعتدنا أن يكون من. لو أنت عايز تقول اعتدنا أن يكون هناك مثلا سيارات، يبقى there used to be cars. اعتدنا أن يكون هناك منازل، يبقى there used to be houses. طب اعتدنا أن يكون من السهل، يبقى it used to be easy. اعتدنا أن يكون من الصعب، it used to be difficult. نرجع لموضوعنا 92، used to be problems، اعتدنا أن يكون هناك مشاكل، يبقى there used to be. 73 used to be easy، اعتدنا أن يكون من، يبقى it used to be easy. the sun not the planet، الشمس بتعمل ايه في الكواكب؟ ناحيتها، so they go round it، عشان لذلك هم بيلفوا حواليها، يبقى تجذبهم، يجذبوا يعني pull. the students usually turns، تيك تيرنس يتناوبون الأدوار، الطلاب يتناوبون الأدوار لكي يجيبوا الأسئلة. many people might have might move if they were a good job، ناس كتير ممكن تسيب مكانها وتنتقل لو حصلوا على وظيفة جيدة. if they offered، لو أنه عرض عليهم أو قدم لهم. my sister has a job of has a lot of problems mathematics، عندها مشاكل كثير جدا في الرياضة، يبقى problem with، have a problem with English، يعني عنده مشاكل في الإنجليزي، have a problem with وأي مادة. a fresh bread smells الخبز الطازج يبدو رائحته جيدة، يبقى smells great أو smells good، smells nice، وكان ممكن نقول looks. the road is 2 kilometers in، الطريق ده على مسافة أو طوله يعني 2 كيلومتر، يبقى 2 kilometers in length، وخد بالك كان ممكن نقول 2 كيلومترز لونج، والكلام ده كله انا بكتبه لك عشان تاخده وتسجله عندك، يبقى 2 كيلومترز لونج، 2 كيلومترز لونج او 2 كيلومترز ان لينجس. طيب بعد كده رقم 100، اي سبوز ذي وونت كم ان تايم فور ذا لانش، اعتقد ان هم عمرهم ما هيجوا على الميعاد المحدد للغدا. اعمل سؤال مزيل هنا، وانت عارف ان كلمه اي سبوز دي بنعمل على الفعل اللي بعدها مش عليها. ذي وونت، انت عندك وونت هتخليها ويل، وذي يبقى ويل ذي، يبقى رقم 100 قلنا ويل زي. The sun affects the of the night، الشمس بتؤثر على طول الليل وطول النهار، يبقى the length of the night. وكان ممكن نقول the sun affects how long the day is، كان ممكن نقول هنا في دي how long the day is. بعد كده 102، I had a room، I had a broom but I didn't have a pan to the dirt into، أنا عندي مقشة لكن أنا ما عنديش بان جردل يعني تسويب the dirt into، عشان أكنس الزبالة فيه. his deep understanding of the issues، فهمه العميق للموضوعات، made him a powerful، جعله شخصا مقنعا عظيما، عشان كده خدنا persuader. طيب خد بالك ممكن تقول made him a powerful persuader أو made him persuasive powerfully، مقنعا بشكل كبير جدا. بالك من الجملة دي رقم 103. 104، the students were writing what the teacher was explaining، الطلاب كانوا بيكتبوا
ما كان المعلم يشرحه يعني يسجله، وبالتالي رايتنج داون. رايت داون يعني يسجل، يسجل ما يقوله شخص معلم او غيره. رقم خمسة، please ensure you bring، اتأكد على انك انت هتحضر all your travel ايه with you، انك تجيب معك كل your travel documents، كل مستندات السفر بتاعتك، بطاقتك وجواز سفرك. lava from the volcano، الحمم البركانية اللي تطلع من البركان، was a down the hill side، كانت بتضخ بتضخ، يبقى was pouring down. pouring down الجملة على بعضها ان الحمم البركانية دي عاملة زي المية، النار شديدة ومسخناها فهي عاملة زي المية فبتضخ بتضخ ناحية الجبل. This year's Olympic Games will be the biggest sporting event ever held، هذا الحدث الرياضي الألعاب الأولمبية will be the biggest sporting event ever held. ما هو كده محلول الجملة دي، هي المفروض ان الجملة كنا نختار event بس هو حلها يعني، فهي event وهي محطوطة في الجملة خلاص فدي محلول. 108، the president will attend the opening of the theater in June، الرئيس سيحضر الافتتاح الرسمي للمسرح، يبقى the official opening. official opening معناها الافتتاح الرسمي للمسرح. 109، there were about 50 people in the hall، كان في تقريبا حوالي 50 شخص في الصالة. women ايه؟ نساء، معظمهم نساء، معظمهم يعني mostly، وخد بالك mostly ممكن نستخدم بدلا منها mainly. طب امال ايه الفرق بين mostly وبين almost؟ almost بتساوي كلمة nearly معناها تقريبا، nearly ديت هي almost دي، الاتنين معناهم تقريبا. طيب عايزين مثال، لما اقول مثلا he is almost as old as me، يعني هو تقريبا في نفس عمري، او تقول لي مثلا food is almost ready، الطعام تقريبا جاهز، او almost nothing was done to save to solve the problem، يعني تقريبا لا شيء تم تقديمه لحل المشكلة. لكن كلمة mostly دي معناها في الغالب او غالبا او اغلبهم بتساوي كلمة mainly. فلما نقول مثلا he blamed his parents، هو كان بيلوم والديه، mostly he blamed his dad، تحديدا في الغالب هو كان يلوم ابيه. طيب المهم رقم 110، even the smallest baby can its mother، حتى الاطفال الصغار يمكنهم ان هم identify، يتعرفوا على امهاتهم. الجمل دي عايزين في كل جمله اختيارين، he aims to acquire the love of her، هو تطلع ان يكتسب حبها، the synonym of acquire، عكس كلمه مرادف كلمه acquire يكتسب زي ما قلنا، يبقى كده متساوي كلمه get وتساوي كلمه obtain اللي معناها يحصل على. His efforts met with only partial success، جهوده تمت مقابلتها بنجاح محدود، بنجاح partial جزئي، عكس كلمة partial، partial جزئي يبقى عكسها كامل أو تام أو تماما، يبقى complete و total. Singing for her is as natural as breathing، الأغاني بالنسبة لها كده حاجة زي التنفس بالظبط. natural دي معناها سهلة، لأن الأغاني بالنسبة لها سهل زي النفس كده. طيب الأنتونيمز بتاعت كلمة natural، natural سهل يبقى عكسها difficult، وعكسها strange أو غريب أو صعب. يبقى كده احنا خلصنا الجزئية دي، هندخل على طول على جزئية القواعد.